عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمة الجاوي. إذا كنتم من المبتعثين في سكة التاهين أنصحكم تروحوا تشتركوا في القناة. في حلقة اليوم رح أكمل الجزء اللي نزلت لكم للطلاب اللي لسه طفشانين ومسكنينين بانجليزي دي يا مرسي. واللي ما شاف الحلقة يروح يشوفها. يعني بنشوف إيش النهاية معاكم اليوم. أمشي معاك السادسة فرصة العمل التطوعية. تضربوا عصفورين بحجر، تطيروا طفش وتكسبوا أجر. تقدروا تروحوا تتطوعوا في دار الأيتام أو المسنين، وبالذات في مسجد المدينة لأنهم يحتاجوا مدرسين على مدار السنة، سواء لتدريس الأطفال اللغة العربية أو تعليمهم القرآن جزء عما وما إلى ذلك. الطريقة السابعة الاطلاع على النشرة المحلية الأسبوعية. عادة في مكتبة الجامعة يكون في رف كده على جنب في له نشرات موجود فيها أنشطة سواء للمدينة نفسها أو الجامعة نفسها. هالنشرة فيها معلومات مفصلة عن الأنشطة من حيث المكان والزمان والسعر والعمر المناسب. تقدر تسأل موظفين المكتبة عن مكان هذه النشرات، وعادة أيضا تكون موجودة مع دواليب الجرائد المحلية. الطريقة الثامنة موقع إيفنت برايت. هذا الموقع عادة للإيفنتات المدفوعة، ولكن مؤخرا عرفت إنه في إيفنتات تصير ببلاش على حسب اهتمامك وتكون ما تتعوض ونادرة جدا ما تحصل، بس you have to keep an eye on it وتشيك على الموقع ما بين فترة وفترة. الطريقة التاسعة واللي مرة حبيتها تطبيق ميت أب. كل اللي عليكم تسووه انكم تحملوا التطبيق وتدخلوا الرمز البريدي وتختاروا نوع النشاط اللي يستهويكم، ثقافي، أدبي، صناعي، دراسي، اللي يكون. خلينا نقول انك صحيت يوم السبت وودك تفطر مع احد او تتعلم اسباني او تطلع هايك واو، كل اللي عليك تسويه انك تفتح التطبيق وتشوف ايش الانشطة المتوفرة في ذيك اللحظة. الطريقة العاشرة والاكثر نفعا ماديا انك تدور على وظيفة. انت هنا مو بس تضيع طفش وتستفيد ماديا ومهنيا، قانونيا الطلاب الاجانب مسموح لهم بالعمل داخل الحرم الجامعي. انا شخصيا جربت العمل بدوام جزئي داخل الحرم الجامعي وكانت تجربة جدا حلوة واستلمت فلوس عليها. الى هنا واتمنى اني اكون طيرت الطفش من عند الطلاب المبتعثين والهوم مسكنين. الأمهات اللي دائما عيالهم يشتكوا ويقولوا طفشانين، أرسلوا لهم هذا الفيديو. إذا عندكم أصحاب برضو دائما طفشانين، أرسلوا لهم هذا الفيديو. خلينا نشوف إيش النهاية معاهم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا في القناة عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجديدة. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.